بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ ربطكم بخير. نكمل مع بعض بقى في البارت 2 بتاع الشابتر الثاني. تمام، احنا كنا خدنا، المفروض مش عايز اعيد كتير بقى، بس انا المفروض ان احنا خدنا خطوتين في الفيديو الاولاني اللي هي ديزايننج، اللهم صل على النبي، كنا قلنا ديفلوبنج للريسيرش ايديا، وخدنا تاني خطوه اللي هي ايه، ان انا اراجع الليتريتشر اللي هي ريفيوينج اوف ذا ليتريتشر. هنكمل بقى الخطوه الثالثه، وما تنسوش طبعا احنا هنتكلم في اللي هي الفيز نمبر 1 اللي هي ديسايدنج وات تو ستادي، اول فيز خالص من الريسيرش بروسيس. تمام، خدنا خطوتين. الخطوه الثالثه معانا هي الفورميوليتنج ريسيرش بروبلم، ان انا ابتدي ان انا اصيغ الريسيرش بروبلم بتاعتي زي ما اتفقنا. طب هو اصلا يعني ايه ريسيرش بروبلم؟ عشان كتير مننا، وانا شخصيا كنت اول ما سمعت ريسيرش بروبلم لحد ما شفت الديفينيشن بتاعها، فبدات ان افهم يعني ايه، او هو يقصد ايه ريسيرش بروبلم. هو ما يقصدش مشكله بالمشكله الحرفيه اللي احنا عارفينها، تمام؟ لا، هو يقصد ريسيرش بروبلم هي الحاجه اللي انت عايز تتوصل ليها. ليه بقول عليها بروبلم بالنسبه لي؟ لان هي بالنسبه لي حاجه غير معلومه، فبالتالي اذا هي حاجه بالنسبه لي زي مثلا كويستشن. يعني مثلا احنا ساعات بنقول على الكويستشن مثلا او المساله الرياضيه نقول عليها بروبلم. ليه بنقول على المساله الرياضيه مثلا بروبلم؟ مثلا عمليه جمع او ضرب بقول عليها بروبلم ليه؟ لان هي بالنسبه لي لسه مش عارف، فابتدي ان انا مثلا احسبها بعد كده اعرف الناتج، فابقى كده حليت المشكله. قال لك بالظبط نفس الكلام، ما انت بتعمل ريسيرش عشان حاجه انت مش عارفها ومحتاج ان انت تتوصل لها. فاذا الريسيرش بروبلم الديفينيشن بتاعها اتنين ديفينيشن. اول ديفينيشن، واللي ده بيفهمنا يعني ايه اصلا كلمه بروبلم او يقصد بيه كلمه بروبلم، فبيقول لك هي اني كويستشن. هو اي كويستشن، ثانيه واحده، او اي كويستشن او اسامبشن، يعني اي سؤال او اي افتراض انت محتاج ان انت تعمل له انفستيجيشن، محتاج ان انت تبحث عنه عشان تعرف له اجابه. تمام، ده الديفينيشن اللي عرفنا يعني ايه ريسيرش بروبلم. طب في ديفينيشن تاني كده، هو ديفينيشن وصفي. بمعنى ايه؟ قال لك والله هو ايه الريسيرش بروبلم ده بتستخدمها فين؟ ده عنوان البحث. قال لك مش ده عنوان البحث بتاعك؟ قال لك يبقى اذا ده ديفينيشن ليه، ان هو ريسيرش توبيك فور يور ستادي، ده عنوان البحث بتاعك الاستادي بتاعك، ترجمه حرفيه. تمام كده يا شباب. يبقى تاني الديفينيشن بتاع ايه، بتاع يعني ايه ريسيرش بروبلم، زي ما اتفقنا اني كويستشن او اسامبشن انت محتاج ان انت تعملها انفستيجيشن عشان تحصل على اجابه ليها، او هو عنوان البحث بتاعك ريسيرش توبيك فور يور ستادي. تمام. طبعا في ناس مننا قال لك يا عم سهله، نحط اي عنوان، يعني اضرب اي عنوان وخلاص. قال لك طبعا هي بتبان انها سهله ان انت تعمل فورميوليتنج للريسيرش بروبلم، ولكن هي حاجه مش سهله خالص. هي بتبان انها سهله ولكنها مش سهله. ليه بقى؟ قال لك والله عشان ايه؟ بيقول لنا في الكتاب لانها بتحتاج ايه؟ بتحتاج ان انت تهتم جدا بالمعرفه بخصوص معرفه الحاجه اللي انت بتدرس فيها، السبجكت اريا، المنطقه اللي انت بتدرس فيها، او المكان اللي يعني اقصد بيه المجال اللي انت بتبحث عنه، زي مثلا كورونا زي ما احنا ماشيين في المثال بتاعنا. وكمان بتهتم كمان، بتبقى متعلقه كمان بالريسيرش ميثودولوجي، يعني ان انت كونك عشان تحط ريسيرش بروبلم او تعمل فورميوليتنج لريسيرش بروبلم لازم تهتم بحاجتين مهمين جدا، النولج بخصوص السبجكت اريا، المعلومات اللي بخصوص المنطقه اللي انت بتبحث فيها او المعلومه اللي انت بتبحث عنها. تاني حاجه الريسيرش ميثودولوجي اللي هي طرق البحث العلمي. تمام كده يا شباب. تمام، اذا هي بتبان سهله ولكنها مش سهله خالص. تمام كده يا شباب، حلو قوي. طيب تعالى بعد كده، قال لك طب ماشي يا عم ايش طب الدنيا. تمام، هي ايه اهميه اصلا، ايه الفكره يعني؟ طب ما احط اي عنوان وخلاص، ايه اهميه ان انا احط عنوان او اعمل فورميوليتنج للريسيرش بروبلم؟ قال لك والله لان اصلا العمليه دي بقول عليها ذا موست امبورتنت ستيب، ذا موست امبورتنت ستيب، يعني دي اهم خطوه في خطوات البحث كله. خد بالك ان انا خدت اربعه ستيب كده، تعال نراجعهم مع بعض. قلنا عندنا حاجه اسمها الفيرست ستيب، دي اللي هي فيز 1 ديسايدنج وات ستادي. طيب قلنا عندنا في حاجه اسمها الانيشال ستيب، اللي هي كانت الفيرست ستيب اوف ديسايدنج وات ستادي، اللي هي كنا بنقول عليها ديفلوبينج اوف ريسيرش اي دي. طيب خدنا بعد كده، قلنا عندنا ايه كمان؟ قلنا عندنا، اللهم صل على النبي، قلنا في النسيسري ستيب اللي هي ريفيوينج للليتريتشر. النهارده بناخد ذا موست امبورتنت ستيب بقى، قال لك اللي هي الفورميوليتنج اوف الريسيرش بروبلم. تمام كده يا شباب؟ يعني ليه كل القدر من الاهميه ده؟ قال لك تعالى عد معايا. قال لك اول حاجه ان انت لو صغت عنوان او البحث كويس، ده هيديني انطباع كويس عن البحث بتاعك، فابتدي ان انا اتوقع ليك ان البحث بتاعك ده هيبقى ناجح. زي بالظبط ايه؟ قال لك زي عنوان الكتاب. وانت لما تحب تنزل كتاب، هل الكاتب لما بينزل روايه او بينزل كتاب مش بيهتم بالعنوان بتاعها؟ ليه؟ لان العنوان ده
انت مثلا لما بتروح تشتري كتاب بتهتم جدا بالعنوان، في عنوان بيشدك، طب العنوان ده ليه شدك؟ قال لك عشان الكاتب وهو بيحطه كان مهتم جدا بيه، تمام؟ قال لك بالظبط نفس الكلام عندنا، ان انت تعمل تحط عنوان او تصيغ الريسيرش بروبلم بتاعتك بطريقه كويسه، ده بيتوقع ان انا باكسبكت جود ستادي تو فولو، يعني انا بتوقع لك ان البحث بتاعك هيبقى حاجه كويسه او انت هتتوصل لنتائج كويسه. تاني حاجه قال لك والله فورميوليتنج الريسيرش بروبلم ده بيترتب عليها كل الستبس اللي بعد الخطوه دي، يعني اي ستيب خاصه بالبحث بعد الخطوه دي مهمه جدا وبتتحدد وبتتاثر بالخطوه اللي هي الفورميوليتنج الريسيرش بروبلم. ليه بقى؟ قال لك والله عندك الاستادي ديزاين، عندك تجميع العينات، الادوات اللي هتستخدمها للانسترومنتس، طريقه التحليل الاناليزنج تايب، تمام؟ كل ده بيتاثر بمين؟ قال لك اللي بيحدده الفورميوليتنج اوف الريسيرش بروبلم. قال لك ليه؟ قال لك دلوقتي ما انت لو صيغت البحث بطريقه مش كويسه هتلاقي نفسك وانت بتجمع معلومات بتروح لاتجاهات مختلفه، انت مش محتاج الاتجاهات دي تماما. فاذا زي ما قلت لك كل ما بقيت سبيسيفيك في تحديد الريسيرش بروبلم بتاعتك كل ده ما هيكمبيوتر بالنسبه لك، فبالتالي ان انت تعمل فورميوليتنج للريسيرش بروبلم بتاعتك بطريقه كويسه ده هيخلي لك كل الستيبس او كل الخطوات اللي هتيجي بعد كده ماشيه بطريقه كويسه برضه، تمام كده يا شباب؟ يبقى تاني اهميه للفورميوليتنج ريسيرش بروبلم انها ديترماين every step that follows، يعني بتحدد كل الخطوات وبتأثر في كل الخطوات اللي بعدها، زي من اول الستادي ديزاين والسامبلينج العينات والانسترومنتس الادوات اللي بنستخدمها في البحث والاناليزيس تايبنج يعني نوع التحليل اللي هستخدمه. طيب تمام. طيب هو دلوقتي انا لو عايز اصيغ ريسيرش بروبلم، تمام، انت قلت لي ان الريسيرش بروبلم ده اي كويستشن اي سبمشن انا محتاج ان انا اعمل له انفستيجيشن، طب ايه السورسز او ايه المصادر اللي ممكن احصل منها على ريسيرش بروبلم؟ قال لك والله عندنا اربعه سورسز، وخد بالك عشان دي كلها اسئله انيوميريت، خد بالك لو تلاحظ ان انا اصلا حاطط لك كل الاسئله بحيث ان انت لو جات لك انيوميريت يبقى تعد 1 2 3 4، لان خلاص الكلام ما بقاش ام سي كيو في الكويز، هو انت اللي هتكتب براحتك، فحاول ان انت الموضوع يكون بسيط على قد ما تقدر. السورسز عندنا اربعه، قال لك اربعه بي، بيبول بروبلم فينومينا بروجرام، بمعنى ان احنا عندنا والله انت ممكن مثلا لو عايز تجيب ريسيرش بروبلم، انا عايز اجيب مشكله مثلا او سؤال او اي افتراض محتاج ان انا ابحث عنه، قال لك والله مثلا ممكن تروح لكوميونتي صغير كده او جروب اوف بيبول، مجموعه كده من الناس، المجموعه دي ابتدي ان انا مثلا اتكلم معاهم اشوف ايه اهم القضايا اللي هم بيعانوا منها، ايه اهم القضايا اللي عندهم اللي هم مهتمين بيها، واخد قضيه من القضايا دي تبقى الريسيرش بروبلم بتاعتي وابتدي ان انا ابحث عنها، تمام كده؟ يبقى اول سورس ليا اللي هو البيبول، من خلال ايه؟ من خلال الايشوز بتاعتهم، القضايا المتعلقه بالكوميونتي بتاع البيبول دول، تمام كده؟ تمام. طيب تاني حاجه قال لك البروبلمز بصفه عامه، المشاكل المنتشره حوالينا، تمام؟ ابتدي اشوف مثلا اي مشكله مشهوره جدا اشوف الكوزز بتاعتها، ابتدي ان انا اعمل اخدها كريسيرش بروبلم وابحث عنها، يبقى تاني حاجه سورس معانا اللي هي البروبلم، اهتم بايه؟ اهتم بالكوزز والديترمنتس الحاجات المسببات للمشكله دي. طيب تالت حاجه معانا قال لك الفينومينا، فينومينا يعني اشوف ظاهره معينه، الظاهره دي بلاقيها مثلا منتشره ابتدي ان انا احاول اثبت وجود الظاهره دي او ابتدي ان انا اثبت حاجات متعلقه بالظاهره دي، يبقى establish الاكزيستنس اوف ذا فينومينا، تمام كده يا شباب؟ طب رابع حاجه قال لك البروجرام، بروجرام يعني ايه؟ يعني مثلا مثال يعني قال لك والله عارفين انتوا طبعا كلنا سمعنا عن حمله 100 مليون صحه، قال لك والله مثلا الحمله دي عباره عن بروجرام، برنامج الدوله عاملاه بتهتم بحاجه معينه، اروح انا واخد البرنامج ده ابتدي ان انا ايفالويت الافكتفنس بتاعته، يعني اقيم الفعاليه بتاعته، والله مثلا اشوف بعد ما حمله 100 مليون صحه ما اتعملت، والله انا لقيت مثلا عدد فيروس الناس اللي عندهم فيروس سي وفيروس اللي هو بتاع الكبد يعني فيروس سي كلنا عارفينه، اشوف مثلا عدد قل العدد زاد، يبقى انا ببتدي ان انا اخد الحمله نفسها او البرنامج نفسه كريسيرش بروبلم بالنسبه لي، بحيث ان انا اشتغل عليه ازاي؟ ان انا اقيمه، اشوف النتائج اللي عملتها الحمله دي مثلا وابتدي ان انا اقيمها، تمام كده يا شباب؟ يبقى احنا عندنا اربعه سورسز، اربعه بي بيبول يبقى اهتم بالايشوز بتاعتهم، بروبلم اهتم بالكوزز بتاعتهم، فينومينا استابليش الاكزيستنس، والبروجرام ايفالويت للافكتيفنس، تمام كده يا شباب؟ تمام. هيجي لك مثلا انيوميريت السورسز اوف الريسيرش بروبلم، تمام، اكتب له الاربعه دول، تمام، هيقول لك مثلا انيوميريت للامبورتنس بتاعت الفورميوليتنج ريسيرش بروبلم، هتقول له والله اكسبكت جود لو ان انا عملت ويل فورميوليشن هتوقع اكسبكت جود ستادي تو فولو، كمان انها ديترماين افري ستيب ذات فولوز، واكتب له الستيبس اللي بتاثر فيها وانها الموست امبورتنت ستيب، جميل قوي، يبقى دول الاثنين انيوميريت اهو، تمام كده يا شباب؟ تمام.
هو طبعا لو قال لك ديفينيشن او قول لي الديفينيشن بتاع الريسيرش بروبلم زي ما اتفقنا عندنا اتنين ديفينيشن اكتب له اي واحد فيهم. تمام. طيب تعالى بعد كده قال لك والله، طب وانت بتحط الريسيرش بروبلم ده هل بتحطها اعتباطا كده؟ يعني بنرمي اي ريسيرش بروبلم، يعني بنروح عند اي مجموعه من الناس مثلا، اروح انزل لكوميونتي كده القريه اشوف التدخين فيها، هل ده يعقل؟ طبعا التدخين ده مثلا سموكينج ده اتهرى ابحاث قبل كده، فبالتالي في شويه شروط انا محتاج ان انا اهتم بيها او اخدها في عين الاعتبار كده وانا بحط ايه وانا بختار الريسيرش بروبلم بتاعتي. زي ايه؟ قال لك والله اول حاجه النوفل. بمعنى ايه النوفل؟ قال لك والله ان انت لازم تكون بتعمل اديشن، يعني بتضيف معلومه جديده، ما تروحش تعملها عن سموكينج مثلا وفي الاخر توصل للاخر الواحد تقول لي ده السموكينج من احد الاسباب اللي بتوصل مثلا لسرطان الرئه. بتقول ايه يا عم، ده احنا عارفين كده، ده من العصر الحجري واحنا عارفين الكلام ده. يبقى انت لازما وانت بتعمل ريسيرش بروبلم لازم تضيف معلومه جديده الناس اول مره تعرفها، او الوسط، او يعني بالنسبه للمعرفه يعني اول مره نعرفوها. تمام كده يا شباب؟ يبقى اول حاجه النوفل، اهتم ان انا اضيف معلومه جديده. ثاني حاجه الانترست، دي اهم كونسيدريشن لازم ان انت تهتم بيه. ثانيه عشان الناس تكتبها اهو، دي يبقى دي ذا موست كونسيدريشن اهو، ذا موست important consideration لازم ان انت تاخده في عين الاعتبار، اللي هو ايه؟ اللي هو الانترست. بمعنى والله انا رحت جايب مرض جديد جدا محدش سمع عنه قبل كده، وبدات ان انا احط او اكتشف فيه معلومات مهمه جدا، بس المرض ده اصلا مش موجود في مصر. امال موجود فين؟ ده موجود مثلا في الصومال والسودان والكلام ده كله، بس انا عملت البحث ده في مصر. مين هيسمعك؟ محدش هيسمعك. ليه؟ المرض مش موجود عندنا يا عم الحاج، فبالتالي محدش هيهتم ان هو يسمعك، فكده كده المرض مش عندنا، انا اهتم بيه ليه؟ يبقى اذا لازما ان انت الانترست ده ايه؟ ان انت تختار ريسيرش بروبلم يكون الناس نفسهم انترستد بيه، يعني الناس يعني زي مثلا فيروس سي مثلا، دي كل الناس مهتمه بيه هنا في مصر مثلا. انت شخصيا مثلا لو انت دكتور مثلا اخصائي بطن مثلا في امراض الكبد، تمام؟ يبقى انت فعلا انترست انت كمان، ما تبقاش مثلا شغال لسه وتولد وتعمل ريسيرش عن فيروس كبد. تمام كده يا شباب؟ يبقى اذا لازم ان انت تبقى انترست، انت شخصيا تبقى انترست بالحاجه دي عشان تقدر ان انت تكملها وتديها كل طاقتك. تاني حاجه بعد ما تعمل الريسيرش ده لازم، او الريسيرش ده لازم الناس تكون انترستد ليه برضه، عشان بعد ما تعمله تلاقي الناس بتسمعك وتلاقي الناس بتستفيد منك. ما تعملش كل ريسيرش وتمشي بالخطوات المظبوطه وتصرف عليه وفعلا مشيت بكل الخطوات سليمه وكل حاجه وتوصلت فعلا لنتائج كويسه، ولكن انت بتنشره في مكان المكان ده اصلا مش مهتم باللي انت بتعمله لان هو اصلا مش موجود عندنا. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب ثالث حاجه قال لك والله لازم الميجرمنت اوف كونسبتس، بمعنى وانت بتعمل البحث ده لازم تهتم جدا بالمفاهيم والمصطلحات اللي انت بتستخدمها. بمعنى انا والله لازم لما احط مصطلح او ان انا عايز اقيس حاجه لازم الحاجه دي تكون قابله للقياس اصلا. تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى حاجه اعرف انا اقيسها نفسها، تمام، عشان اقدر ان انا ادي نتائج، لان لو حاجه ان ميجرابل يعني حاجه غير قابله للقياس، فبالتالي خلاص انا مش هعرف اقيسها، فبالتالي مش هعرف اختبرها، وبالتالي مش هعرف اتوصل الى نتائج معينه. تمام كده يا شباب؟ يبقى اذا لازم اهتم جدا ان الحاجه او الكونسبتس الحاجات اللي انا ههتم بيها لازم تكون ميجرابل، يعني قابله للقياس. طيب بعد كده قال لك والله لازم يكون برضه عندك ليفل اوف اكسبيرتس، بمعنى ان انت عندك مستوى كويس جدا من الخبره، ما ينفعش تكون مثلا طالب زينا كده مثلا في ثانيه لسه في الفرقه الثانيه ويروح يلا يا عم نعمل ريسيرش مثلا عن استخدام الخلايا الجذعيه في تكوين الصمامات اللي عمله مجدي يعقوب. انت بتعمل ايه يا عم؟ انت اصلا لسه بناخد كارديو، لسه بناخد الاناتومي والديفلوبمنت، بنعرف القلب اتكون ازاي، تقول لي انت الستيم سيل نستخدمها ازاي عشان نعمل صمامات؟ مفيش الكلام ده طبعا. يبقى لازم ان انت تكون عندك ليفل اوف اكسبيرتس، يعني عندك مستوى عالي من الخبره وعندك درايه واسعه بالحاجه اللي انت بتعملها. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب بعد كده يبقى ما تروحش تعمل ريسيرش في حاجه انت ما عندكش خبره فيها. تمام. طيب بعد كده رقم خمسه قال لك الريليفانس. يعني ايه الريليفانس؟ قال لك الترابط والعلاقه بين الحاجه اللي انت بتعمل عنها ريسيرش والبروفيشنال بتاعتك. يبقى اذا لازم اختار حاجه تكون متعلقه بالبروفيشنال بتاعتي، بالتخصص بتاعي. زي ما قلت لك انا مثلا دكتور صدر ببحث عن كورونا، ما اروحش مثلا اعمل بحث في نساء وتوليد. يبقى اذا اختار ريسيرش بروبلم ريليتد للبروفيشنال بتاعتي، ريليتد للتخصص بتاعي. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب بعد كده رقم سته قال لك الافيلابيلتي اوف الداتا. والله يا عم انا وانا بعمل بليننج كده فقررت ان انا هستعين بالكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب العلاني، المهم ان الكتب الثلاثه دول مش موجودين في مصر.
طيب انت هتعمل بحث ليه بقى طالما الكتب دي مش موجوده؟ ما انت كده كده مش هتعرف تكمل البحث. لما تيجي خطوه الكولكتنج داتا في الفيز رقم ثلاثه، لما تعمل كوندكتنج للداتا اللي هي كوندكتنج للريسيرش ستادي، وتبتدي ان انت تكولكتنج الداتا، فبالتالي انت مش هتلاقي الكتب اللي انت هتجمع منها. يبقى لازما وانت بتخطط او ان انت بتعمل فورميوليتنج للريسيرش بروبلم، لازم تتاكد ان الداتا اللي انت هتجمعها دي او المصادر اللي انت هتجيب منها داتا لازم تكون افيلابل، يعني متاحه. هتقدر مثلا سواء كتب بقى ان انت هتقدر تشتريها، لو مثلا مواقع مثلا ويب سايتس مثلا مدفوعه، تمام، لازم تبقى عارف ان انت مثلا عندك الماديات او تقدر ان انت حد هيمولك مثلا عشان تقدر توفر لنفسك الحاجات دي، فما تبقاش مثلا طبيب كحيان في الامتياز ما بتقبض 2000 جنيه وعايز تعمل ريسيرش يكلف الشيء الفلاني، طب ما انت ما عندكش اصلا الماديات اللي هتساعدك. يبقى اذا لازم يكون عندك افيلابل، اللهم صل على النبي، يكون عندك ايه، تتاكد ان الداتا عندك افيلابل وكل الحاجات اللي انت محتاجها تكون افيلابل. طيب سابع حاجه قال لك الايثيكال ايشوز، يعني القضايا الاخلاقيه، تهتم بقى بالاخلاقيات والكلام ده كله في البحث العلمي بتاعك. يبقى احنا يا شباب عندنا سبعه كونسيدريشن لازم ناخدهم في عين الاعتبار. السبعه دول هيجي لك انيوميريت، قول لي مثلا انيوميريت الكونسيدريشن ديورنج الريسيرش بروبلم، تمام، او ديورنج الفورميوليتنج اوف الريسيرش بروبلم. اول حاجه ان انا بضيف حاجه، الحاجه دي انا مهتم بيها والناس مهتمه بيها، الحاجه دي قابله للقياس عشان اقدر احصل على نتائج، الحاجه دي انا اصلا عندي مستوى عالي من الخبره ومرت عليها كتير جدا، فانا ببتدي ان انا اعمل ابحاث عنها، الحاجه دي متعلقه بالتخصص بتاعي، الحاجه دي الابحاث اللي انا او المعلومات اللي انا هجيبها بالنسبه لي الكتب او المصادر دي بالنسبه لي متوفره، وانا بهتم بالاخلاقيات بتاعت البحث العلمي. تمام كده يا شباب، تمام، جميل لحد كده. يبقى احنا عندنا في الصفحه دي اهو في الصوره اللي باينه قدامنا دلوقتي اربعه الترا شورت: ديفينيشن، انيومريت للامبورتنس، انيومريت للسورسز، انيومريت للكونسنتريشن. طيب بعد كده السؤال الخامس بتاعنا في الفورميوليشن اوف الريسيرش بروبلم الستيبس. تعال بص بقى الكتاب يا غالي، طبعا ما رضيتش اكتبها لان انا معلم لكم عليها في الكتاب بطريقه كويسه ان شاء الله هتعجب. طيب تعالى اهي، فين اهي الستيبس ان الفورميوليتنج، الستيبس ايه ان الفورميوليتنج ريسيرش بروبلم. اول حاجه بص، انا عايزك تحفظ اللي انا معلم لك عليه باللون البرتقالي دي الخطوات، تمام، ما تحفظش الجمله كلها. اول حاجه ان انت تختار البرود فيلد، بمعنى والله انا اول حاجه عايز اعمل بحث، يبقى انا تخصصي ايه؟ انا دكتور، يبقى انا اول حاجه ان انا كده كده هعمل بحث في، ما في ناس علماء في الفيزياء وفي علماء في الكيمياء، يبقى انا اول حاجه ان انا دكتور فانا هبحث في الطب. يبقى اول حاجه البرود فيلد، اخترت المجال اللي انا هبحث فيه. تاني حاجه دي ست البرود اريا انتو سب اريا، ببتدي ان انا اخد الطب ده اقسمه، والله انا تخصصي ايه، انا تخصصي الحته الفلانيه، انا تخصصي في الصدر، فابتدي ان انا ابحث عن كورونا. يبقى انا باخد مجال الميديكال، بعد كده الميديكال ده باخد التخصص بتاعي، يبقى انا خدت البرود فيلد اول حاجه. تاني حاجه بدات ان انا اخد التخصصات، اشوف تخصصات انا طبعا التخصص الفلاني، يبقى انا هبحث في التخصص الفلاني. بعد كده يبقى بعد ما قسمتهم اخترت التخصص المناسب الموست انترستد زي ما اتفقنا، الموست اللي بالنسبه لي اكتر حاجه انا مهتم بيها، تمام، واكيد اللي هو التخصص بتاعي اكيد طالما انا شغال فيه بقى هو اكتر حاجه انا مهتم بيها. طيب بعد كده رابع حاجه قال لك تبتدي ان انت تطرح على نفسك بعض الاسئله. خلاص ماشي، انا عرفت يا عم ان انا دكتور فهبحث في المجال الطبي، خلاص انا عارف ان الطب ده تخصصات، انا تخصص الفلاني، فقطعت الطب كده التخصصات، بعد خدت التخصص بتاعي، بعد ما خدت التخصص بتاعي اسال نفسي بقى ماذا بعد؟ ايه ماذا بعد دي؟ يعني what I want to find out about this sub area، يعني المفروض ان انا وصلت هنا، انا في امراض الصدر مثلا في كورونا، انا محتاج اكتشف ايه بقى؟ يبقى هنا لازم اقف واسال نفسي سؤال، تمام؟ اللي هو ايه؟ انا محتاج ان انا اتوصل لايه؟ وابتدي ان انا اعمل بقى اسال نفسي كذا سؤال سؤال ورا سؤال ورا سؤال، واعمل لسته من الكويستشن اللي انا محتاج في نهايه البحث بتاعي ان انا اجاوب عليه، تمام كده يا شباب؟ وطبعا لازم الكويستشن دي كلها اجابه، يعني اجابه ان انا اقدر اجاوب عليها، ما تكونش ما احطش السؤال مستحيل، سؤال اعجازي وابتدي ان انا افضل طول عمري ببحث عنه، لا. يبقى لازم بعمل لسته من الكويشن كده، والكويشن دي كلها الاجابه بتاعتها بوسيبل، يعني اقدر ان انا اجاوب عليها، وطبعا لازم تكون ريليتد زي ما اتفقنا للتخصص بتاعي. طيب يبقى احنا كده قلنا ايه لحد الان؟ اربع خطوات: اختار المجال الكبير خالص، اقطع المجال ده تخصصات، ثالث حاجه اختار التخصص بتاعي، رابع حاجه بعد ما اخترت التخصص بتاعي واخترت الحاجه اللي انا ابحث عنها ماذا بعد، اسال نفسي، يبقى ريز
ريسيرش كويستشن، ابتدي ان انا اعمل لسته من الكويستشن كده اللي انا محتاج اجاوب عليها. طيب بعد كده تبتدي بقى ان انت تحدد الاوبجكتيفز، يعني تبتدي ان انت تصيغ الاهداف. عارف انت مثلا لما بيبقى في المحاضرات كده يقول لك اول دايما حاجه احنا كلنا ما حدش فينا بيديها اهتمام خالص، اللي هي بيقول لك الاو ال اس تقريبا، او الاوبجكتيفز اللي بتحط في اول سلايد كده في الباوربوينت بتاع المحاضرات، يقول لك ايه والله المفروض ان احنا يا جماعه في نهايه المحاضره هنعرف دي اسمها الايه؟ دي اسمها الاوبجكتيف، اللي هي في نهايه المحاضره احنا محتاجين نعرف 1 2 3 4، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها الاوبجكتيف. قال لك برضه انت في الريسيرش بتاعك برضه محتاج تعمل نفس الكلام، محتاج ان انت تعمل فورميوليشن للاوبجكتيف دي، تمام؟ تمام. وتعالى بقى شويه اللي بالاخضر دي شويه معلومات عن الاوبجكتيف. قال لك والله الاوبجكتيف دي بتبتدي انها جايه منين؟ انا والله انا امتى طلعت الاوبجكتيف؟ لما عملت لسته من الكويستشن. يبقى اذا الاوبجكتيف دي هي تعتبر نتيجه او اوت كام للسته بتاعت الكويستشن. لما حطيت لسته كويستشنز كده بدات ان انا اطلع منها الاهداف، بس سالت نفسي السؤال هو انا محتاج، انا عايز اعرف مثلا السؤال مثلا بيقول ايه افضل دواء لعلاج كورونا؟ يبقى اذا اول اوبجكتيف معايا ان انا محتاج اعرف اول افضل دواء لعلاج كورونا. يبقى اذا الاسئله هحولها ايه؟ هحولها الى اوبجكتيفز، وبالتالي يبقى كده الاوبجكتيفز او الحاجات اللي انا اخذتها من الاسئله دي هي اللي بتعرف لي الاهداف اللي انا عايز اوصل لها او الاجابات اللي انا محتاجه ان انا اوصل لها. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب بعد كده قال لك والله كمان الاوبجكتيفز دي هي اللي بتعرف الليدر بتاعك، تمام؟ وات يو وانت تو اتشيف، يعني بمعنى انا والله جبت كتاب كده يا جماعه، الكتاب ده بخصوص بحث علمي معين، تمام؟ المهم مسكت الكتاب ده بفتح الصفحه الاولانيه لقيت الكتاب بيقول ايه؟ افضل دواء لكورونا. انا متوقع كده ان العالم ده لما طلع الكتاب ده او الكتاب ده في نهايه الكتاب ده انا هعرف ان العالم ده اكتشف ايه؟ اكتشف افضل دواء لكورونا. يبقى اذا الاوبجيكتيف نفسها بتعرف القارئ اللي هيقرا البحث بتاعك بعد كده انت محتاج انت تتوصل لايه او انت محتاج تكتشف ايه. تمام كده يا شباب؟ يبقى بنهايه الكتاب هيعرف الاجابه على السؤال ده. تمام كده؟ تمام. طيب بعد كده قال لك والله كمان لازما الاوبجكتيف دي يا شباب لازما ان انت تختارها برضو بشكل سبيسيفيك وبشكل ايه؟ بشكل كليرلي. لازما يبقى انت طول ما انت ماشي في الريسيرش كده لازما على طول تبقى سبيسيفيك ومور كلير، سبيسيفيك وكلير، سبيسيفيك وكلير. تمام كده؟ طول ما انت ماشي على طول اي حاجه تعملها لازم تكون سبيسيفيك وكلير. تمام، حلو قوي. طيب بعد كده قال لك كمان الاوبجكتيف دي انت ما بترصهاش كده اعتباطا، يعني ايه؟ قال لك ما بترصهاش كده سبهلله، لا قال لك لا انت بتحط الحاجات الكبيره المصطلحات الكبيره، بعد كده بتبتدي ان انت المين اوبجكتيف الهدف الرئيسي، بعد كده تبتدي ان انت تقسم الهدف الرئيسي الى سب اوبجكتيف او سب مين اوبجكتيف اللي انت بتقسمه الى حاجات، بقى تبتدي ان انت عامل زي فرع الشجر كده، عندنا الغصن الكبير بعد تبتدي ان انت تفرع عليه اغصان صغيره. قال لك بالظبط نفس الكلام، احنا عندنا المين اوبجكتيف بنبتدي ان احنا نتفرع ليه حاجات صغيره او اوبجكتيف صغيره. يبقى احنا بنرتب الاوبجكتيف بتاعتنا ازاي؟ قال لك اندر تو هيدنجز، تحت عنوانين رئيسيين كده، المين اوبجكتيف والسب اوبجكتيف. تمام كده يا شباب؟ تمام، جميل قوي. طيب بعد كده قال لك احنا لحد الان احنا وصلنا لكام خطوه؟ 5 خطوات. اول حاجه بختار التخصص البرود فيلد، بعد كده اقطع التخصص ده لسب اريا، بعد كده اختار الموست انترستد اريا اللي بالنسبه لي موست انترستد اللي انا اكتر حاجه مهتم بيها. طيب بعد كده ابتدي ان انا اطرح لنفسي اسال نفسي سؤال ماذا بعد؟ يبقى ريسيرش كويستشن، ريز ريسيرش كويستشن، اسال نفسي انا محتاج اكتشف ايه؟ طيب بعد ما اسال نفسي اعمل لسته كده من الاسئله، بعد ما اعمل لسته من الاسئله ابتدي ان انا احدد الاوبجكتيفز بتاعتي. تمام كده يا شباب؟ يبقى لحد الان 5 خطوات. طيب ندخل في الخطوه السادسه، قال لك تبتدي، طب بعد ما حددت الاوبجكتيفز بقى تبتدي ان انت تقيم الاوبجكتيفز دي، يبقى انت بتعمل ايه؟ قال لك اسيس يور اوبجكتيفز، بمعنى ان انت تبتدي ان انت ديترماين الفيسابيلتي اوف ذا اتشيفنج، تبتدي ان انت تقيم هل والله الهدف اللي انا عايز اوصله ده هل انا عندي القدره او هل هو قابل للتحقيق؟ يعني هل انا زي ما قلت لك ما ينفعش تحط حاجه مستحيله، المستحيله دي انت هتفضل طول عمرك تبحث عنها برضه مش هتعرف توصل لها الاجابه. يبقى اذا لازم تتاكد ان الاوبجكتيفز بتاعتك انت عندك كل المصادر وكل الامكانيات اللي تخليك توصل لاجابه، يبقى اذا تحقيق الهدف ده هو حاجه فيسبل، يعني حاجه قابله للتحقيق او حاجه اتشيفابل، يعني حاجه تقدر ان انت توصل لها فعلا. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب بعد كده الخطوه رقم 7، قال لك تبتدي، طب بعد ما خلاص انا اتاكدت ان انا هقدر ان انا اوصل للموضوع ده، قال لك تقف لنفسك تاني وتسال هل انا هقدر اكمل؟ هل انا مهتم بالموضوع؟ تمام؟ يبقى اذا السؤالين دول بقول عليهم ايه؟ بقول ان انا بعمل دبل تشيك،
يعني ايه دبل تشيك؟ بقف تاني واسال نفسي يا جماعه، او بسال نفسي كده، انا هقدر اكمل؟ هل انا مهتم بالموضوع ومتحمس؟ تمام كده يا شباب، هل الموضوع مفيد؟ يبقى اذا انا بسال نفسي سؤالين. بعد ما احدد التخصص بتاعي زي ما اتفقنا، بعملنا لي الريز لي الريسيرش كويستشن، وسالنا نفسنا انا محتاج اتوصل لايه. طيب بعد ما عرفته حددت الاوبجكتيفز واتاكدت ان الاوبجكتيفز دي هقدر ان انا احققها، ابتدي ان انا اقف تاني واسال نفسي هل انا متحمس وعندي نفس التحمس او نفس الحماس عشان اكمل الموضوع. يبقى بعمل ايه؟ اسمها بعمل دبل تشيك، دبل تشيك. تمام كده؟ تمام. طيب تامن حاجه معانا والخطوه الاخيره، قال لك خلاص اتاكدت يا عم ان انت خلاص، لا احنا بنفس الحماس يا عم، ده ما كانش حماس البدايات ولا حاجه، لا احنا هنكمل واحنا هنقدر نعمل كل حاجه. يبقى انا بدخل في الخطوه الثامنه، ان انت بتبتدي ان انت بقى تعمل ايه؟ اوبريشنال ديفينيشنز، يعني ايه؟ او استابليشنج لاوبريشنال، اوبريشنال ديفينيشن، يعني تبتدي ان انت تعدل في المفاهيم او تقيم المفاهيم بتاعتك. تبتدي بقى تمسك المفاهيم بتاعتك كده او المصطلحات اللي انت استخدمتها في الريسيرش بتاعتك، تاكد ان المصطلحات دي مناسبه، المصطلحات دي مش غريبه، تبتدي لو في حاجه غريبه تبتدي ان انت تعدلها. لان ليه بقى؟ قال لك عشان في بعض الكلمات اللي تكون difficult to understand، يعني في كلمه مثلا الاقيها في ريسيرش كده، هو الباحث ده هنا او الكاتب ده محتاج يوصل لي ايه؟ المفروض ان انا افهم هو قصده ايه؟ تمام. يبقى اذا لازم ان انا اتاكد ان كل الكلمات او كل الديفينيشنز بتاعتي واصله للقارئ وتكون مور موست كلير، يعني واضحه تماما. تمام كده؟ تمام. زائد كمان اخد بالي ان في بعض برضو الكلمات اللي ممكن بالرغم انها سهل ان انت تفهمها، ولكن خد بالك ان ممكن حد يفهمها بطريقه وحد تاني يفهمها بطريقه، يعني ايه؟ يعني تحمل معنيين. لا ابعد عن الكلمات دي تماما، اخد الكلمه اللي ليها معنى واحد بس، اللي اول ما يبص لها اي قارئ في الدنيا يعرف ان انا قصدي كذا. تمام كده يا شباب؟ يبقى انا زي ما قلت لك اهو، ليه بعمل الخطوه الثامنه دي؟ بعمل استابليشنج للاوبريشنال ديفينيشنز. قال لك عشان والله ان في بعض الكلمات بتكون difficult to understand، صعب ان الناس تفهمها، او بتكون vary from respondent to another، يعني بتختلف من شخص متلقي للتاني، ممكن واحد تختلف، واحد يفهمها واحد تاني يفهمها بطريقه تانيه خالص. تمام كده؟ فعشان كده قال لك الديفاين كونسبتس، يعني ديفاين كونسبتس ده بيساعد او بيخبر القارئ قال لك اكزاكتلي يو مين باي يور ستادي كونسبتس، يعني انت بتبتدي ان انت من خلال الديفينيشنز دي تبتدي ان انت تعرف القارئ انت محتاج ايه بالظبط اكزاكتلي. تمام كده؟ تمام. بحيث ان هو ما يفهمكش غلط. تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى احنا كده خلصنا الخطوه الثالثه، كانت دسمه شويه مش عارف ليه. تمام. يبقى احنا كده ايه، خدنا الفورميوليتنج ريسيرش، انا جمع يعتبر كده مجمعها لكم اهو، مفيش بس غير الستبس اللي موجوده في الكتاب، جمعناها في 8 خطوات زي ما اتفقنا. الثمان خطوات دي قلنا ايه؟ قلنا اول حاجه ان انا اختار البرود فيلد، بعد كده ديسكت الفيلد ده الى سب ارياز، بعد كده اختار سيلكت الموست انترست اريا، بعد كده اختار ابتدي اسال نفسي سؤال. يبقى بسال نفسي سؤال في الخطوه رقم 4، ريز ريسيرش كويستشن، واعمل ليست كده من الاسئله انا محتاج اكتشف ايه. بعد ما عملت كده ابتدي ان انا فورميوليت الاوبجكتيفز بتاعتي، بعد ما عملت فورميوليشن للاوبجكتيفز ابتدي ان انا اقيمها هل اقدر احققها ولا لا. طيب بعد ما اتاكدت ان انا اقدر احققها ادخل في الخطوه رقم 7. يبقى الخطوه رقم 7 اللي ببتدي ان انا اقف اسال نفسي تاني، هل انا لسه متحمس؟ هل انا هقدر اكمل؟ هل هقدر ان انا اوصل للنهايه واحصل على اجابه؟ يبقى انا بقى اسال نفسي سؤالين، سؤال في الخطوه رقم 4 احط الريسيرش كويستشن، وسؤال في الخطوه رقم 7 بعمل حاجه اسمها دبل تشيك. دبل تشيك يعني بتاكد ان انا عندي لسه نفس الحماس. بعد ما اتاكدت ان انا عندي نفس الحماس ادخل بقى ابتدي ان انا اظبط المفاهيم بتاعتي بحيث انها تحمل معنى واحد بس، عشان اوصل للقارئ اكزاكتلي وات اي مين. تمام كده يا شباب؟ تمام. حلو قوي. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا الخطوه رقم 3. طيب تعالى بعد كده للخطوه اللي بعدها. ايه الخطوه اللي بعدها؟ قال لك والله الخطوه الاخيره رقم 4، قال لك تبتدي بعد ما خلاص ظبطت الدنيا تماما تبتدي ان انت كونستراكتنج هايبوثيس. يعني ايه بقى كلمه هايبوثيس؟ قال لك هايبوثيس يعني فرضيات، ببتدي ان انا احط فرضيه، برضه في صوره نظريه مثلا، يعني بفترض حاجه، والله يا جماعه انا هعمل ريسيرش عن مرض مثلا، او عن مثلا دواء لكورونا، الدواء ده انا متوقع، شوف بفترض ده افتراضيه، ان الدواء ده هو افضل دواء لعلاج كورونا. هل كلامك صحيح؟ هنثبت بقى. يبقى اذا ان انا ببني فرضيه، يعني ايه اصلا فرضيه زي ما اتفقنا الديفينيشن بتاعها؟ هي ايديا، فكره او اسامشن، توقع او افتراض بفترضه على اي سيتويشن او اي بروبلم او اي حاجه في الدنيا. تمام. بالنسبه لي الحاجه دي حقيقتها
لسه مش معروفه. بمعنى يعني مثلا رحت على دواء، ولنفترض دواء سين مثلا، دواء اسمه سين، السين ده او الدواء السين ده مثلا انا افترضت ان هو افضل دواء لعلاج كورونا، هل انا عندي اثباتات لسه؟ هل الكلام اللي انا بقوله ده حقيقته بالنسبه لي انا اعرف هو حقيقي ولا لا؟ لا. يبقى اذا معنى كلمه هايبوثيسز يبقى تاني هي عباره عن الايديا او الاسامشن اللي انت افترضته بخصوص اي سيتويشن او اي حاجه في الدنيا، الرياليتي بتاعتها او الحقيقه بتاعتها بالنسبه لك يو دونت نو، يعني انت مش عارفها اصلا. تمام. طيب بالنسبه لي هل لازم كل ريسيرش احط فرضيه؟ قال لك لا. ودي الحته النقطه دي مهمه جدا جدا، موجوده في السمري بتاع الكتاب عندنا في الكتاب، يمكن ما حدش ممكن يقراها فانا جبتها لكم معانا هنا. قال لك والله الهايبوثيسيس دي هي امبورتنت ولكنها نوت اسينشال. امال مين كانت الاسينشال ستيب؟ ان انت تعمل ريفيوينج للليترشر، دي كنت بقول عليها ذا موست اسينشال او النيسيسري ستيب. تمام كده. يبقى مين النيسيسري ومين اللي مش نيسيسري؟ النيسيسري ان انا اعمل ريفيوينج للليترشر. طب مين اللي مش نيسيسري؟ قال لك ان انت تعمل كونستراكتنج للهايبوثيسيس. بس هل ده يمنع انها مش حاجه مهمه؟ لا، هي حاجه مهمه ولكن مش ضروريه. ممكن بمعنى ان ممكن والله ان البحث بتاعك ما يكونش فيه فرضيات، او ممكن البحث بتاعك يحمل اكتر من فرضيه. تمام كده. تمام. طب هي انت بتحط فرضيه بناء برضو على ايه؟ انا بناء على ايه قلت الدواء ده افضل دواء لكورونا؟ هل انا نمت مثلا حلمت ان الدواء ده انا خدته مثلا كان عندي كورونا خدته صحيح؟ لا طبعا. يبقى اذا الهايبوثيسيس او ان انت تبني فرضيه ده بيكون بناء على حاجتين مهمين. اول حاجه البريفيوس ستاديز، والله انا الدواء اللي انا بعمل ريسيرش عليه ده المفروض ان العلماء قبلي كانوا توصلوا الى حاجات كويسه في الدواء ده، فانا بدات ان انا اكمل وبناء عليه هتوصل ان والله الدواء ده فعلا هيبقى افضل دواء لعلاج كورونا. تمام كده. يبقى اذا اول حاجه اللي هي البريفيوس ستادي. طب تاني حاجه قال لك الاوبزرفيشن، الملاحظه، ان انت بدات تشوف اه والله فعلا ده انا دكتور صدر يا جماعه، لما دخل لي كذا طبيب او كذا اسف كذا بيشن، البيشن ده اديته الدواء ده كان بيجيب تاثير حلو جدا معاه. يبقى اذا انا بلاحظ، يبقى الاوبزرفيشن بتاعتي او الاوبزرفيشن بتاعت الدكاتره اللي غيري انا، والله لقيت مثلا دكتور مثلا في الصين الدكتور ده بيقول ان هو ادى البيشنت بتوعه مثلا الدواء الفلاني. تمام. فبالتالي ولاحظ انه عندهم تحسن، فبالتالي انا ببني الفرضيه بتاعتي على الاوبزرفيشن بتاعتي انا او الاوبزرفيشن بتاعت اذر دكتورز او اذر ريسيرشرز. تمام كده يا شباب. تمام. يبقى هم ايه؟ يبقى هيقول لك مثلا منشب مثلا البيزس بتاعت الكونستراكتنج هايبوس، او قول لي مثلا ايه الحاجات اللي بتعتمد عليها الكونستراكتنج هايبوس. هتقول لي اول حاجه البريفيوس ستاديز، ثاني حاجه يور ماي اون اوبزرفشن الملاحظات بتاعتي، او اذر اوبزرفشن يعني الملاحظات بتاعت الناس التانيه. جميل قوي. طيب بعد كده ادخل لي بقى في الكاركترستيك، يعني ايه؟ انت عمال تقول لي فرضيه مش فرضيه، هي الفرضيه دي ليها صفات معينه؟ قال لك ايوه طبعا، ده ليها صفات وكاركترستيك مهمه جدا. خد بالك هم حاطينهم في الكتاب، حاطين ثلاثه في يمه تحت الهيبص على طول، وحاطين اربعه في تحت عنوان ثاني، فانا جمعتهم لك السبعه مع بعض عشان نحفظهم مع بعض. كده كده الامتحان الترا شورت، فبالتالي انت هتحتاج ان انت تكتب مثلا اربعه من السبعه دي. يبقى اذا الكاركترستيك بتاعت الهايبوثيسيس قال لك اول حاجه انها تكون هي عباره عن ايه؟ قال لك هي عباره عن تيمورال سجيشن. بمعنى هو انا افترضت ان الدواء سين ده الدواء ده هو افضل دواء لعلاج كورونا، خلاص كده هنفضلوا كده عايشين طول العمر كده، مكتوبه في كتب ان والله العالم مش عارف الفلاني الفلاني افترض ان الدواء ده خلاص، هتفضل دايما كلمه فرضيه كده. قال لك لا، احنا كمان سنه اثنين ثلاثه خلاص يا اما هنتوصل ان فعلا الفرضيه دي صح او الفرضيه دي غلط. فلو فرضنا انها صح خلاص نعتمدها كمعلومه بقى اساسيه، مش تعتبر فرضيه بقى خلاص ثبتنا صحتها، فبالتالي هي مش فرضيه هي بقت معلومه. تمام. لو فرضنا انها غلط خلاص يبقى هي معلومه خاطئه وخلاص ما بقتش فرضيه. تمام. يبقى هي عباره عن تيمبورال سجيشن، والله يا جماعه انا بقترح كذا. تمام خلاص، هيفضل ده عباره عن اقتراح وتعتبر فرضيه لحد ما تنتهي من البحث بتاعك وتعرفني هل هو بحث دي فعلا حاجه صح ولا غلط. تمام كده. يبقى اذا اول حاجه من الصفات بتاعتها انها تيمبورال سجيشن. طيب تاني حاجه قال لك اتس فاليديتي از انون، بمعنى والله مدى صلاحيتها زي ما مش انا لسه قايل لك احنا مش عارفين هي صح ولا غلط. يبقى اذا هي بالنسبه لي الصلاحيه بتاعتها او مدى يعني هل هي صح ولا غلط، بالنسبه لي الكلام ده مش معروف، انا مش عارف هي صح ولا غلط. تمام كده. تمام. طيب تالت حاجه قال لك كان بي بروفد اور ديسبروفد، بمعنى هل انت تقدر اصلا تثبتها او تثبت صحتها او تثبت خطاها، بمعنى انها حاجه تيستبل، حاجه قابله لها انها تطبق وان انت تقيسها وتتوصل هل هي صح ولا غلط. يبقى كله نفس الكلام، احنا بندور في نفس الدايره، انها الفاليديتي انون، الكان بي بروفد اور ديسبروفد،
تاني حاجه بقى او الاربعه التانيين هو المكتوبين بقى في الناحيه التانيه، قال لك اول حاجه صفات ليها بقى لازم تكون سيمبل سبيسيفيك وكلير، يعني لازم تحط الفرضيه بتاعتك، والله انا الدواء الفلاني بالنسبه لي افضل دواء للكورونا، خلاص يبقى انا سبيسيفيك اهو، الموضوع سيمبل خالص بسيط جدا، انا حطيت فرضيه بسيطه جدا واضحه تماما، انا قلت الدواء الفلاني كذا تمام كده، يبقى انا في منتهى الوضوح وفي منتهى السبيسيفيسيتي والسيمبلسيتي تمام كده يا شباب، يبقى هو سيمبل سبيسيفيك وكلير. طيب بعد كده خامس حاجه قال لك كابيبل اوف فيريفيكيشن، يعني قابل للتطبيق، تقدر ان انت تعمله تمام، تقدر ان انت تثبته تمام. رقم ستة قال لك ريليتد تو الاكزايتنج بودي اوف نوليدج، يعني برضو ان انت لازم تكون تابع المنطق وتابع المعرفه اللي احنا عارفينها، يعني مثلا ما تروحش تعمل لي والله انا بفترض ان احنا مثلا ان الرئه دي بتساهم في الهضم اللي انت بتقوله ده، يبقى دي حاجه ملهاش اي علاقه بالبودي اوف نوليدج، يبقى لازما الحاجه اللي انت بتحطها لازما لها علاقه بالحاجات اللي احنا اكتشفناها قبل كده تمام، ما تحطش اي حاجات عبط كده وخلاص، لا طبعا. سابع حاجه ميجرابل، ميجرابل يعني قابله للقياس، احفظ اي اربعه منهم مثلا ثبتهم في دماغك عشان لما يجي لك انيوميريت مثلا واحده لو بنص درجه او بربع درجه يبقى انت حافظ المعلومات دي. يبقى سبعه كاركترستيك الشباب، تيمبورال سجيشن، الفاليديتي از ان نون، بروف اور ديس بروف، ميجرابل، سيمبل وسبيسيفيك وكلير، كابيبل اوف فيريفيكيشن، وريليتد للاكزايتنج بودي اوف نولج. جميل قوي. طيب بعد كده تقول لي بقى ايه انواع الفرضيات؟ قال لك والله انا بفترض ان انت في عالم مثلا بيعمل ريسيرش، فانا بفترض ان انت كلامك كله هاجس، يعني ايه كلامك كله هاجس؟ ان انت مش هتعمل اي ديفرنس، مفيش اي الفرضيه اللي انت عملتها دي هتطلع غلط ومفيش اي اختلاف، يبقى دي بقول عليها النيل هايبوثيسيس، بقول عليها ايه؟ بقول عليها النيل هايبوثيسيس تمام كده يا شباب؟ تمام. النيل هايبوثيسيس دي بقول لك انها او ليها اسم تاني اسمها هايبوثيسيس اوف نو ديفرنس، اوف نو ايه؟ نو ديفرنس، يعني طبعا باين من اسمها خالص ان مش هيحصل اي، انت حطيت افتراض، الافتراض ده والله هيطلع غلط في الاخر، مش هيحقق اي حاجه ومش هيبقى فيه اي اختلاف عما سبق تمام. طب دي برمز ده بايه؟ قال لك برمز ده اتش زيرو، يبقى اللي هي هايبوثيسيس زيرو يعني مفيش اي ديفرنس تمام كده يا شباب. تمام. ودي طبعا هل اي ريسيرشر بيطمح ان هو بيتبنى اي نول هايبوثيسيس؟ لا، ما هو المفروض احنا متابعين ان الريسيرش ده لازم بيكون من صفاته ان هو نوفل، بمعنى ان هو بيضيف معلومه جديده، فانت لو حاطط فرضيه، الفرضيه دي هايبوثيسيس اوف هايبوثيسيس اوف نو ديفرنس، يعني انت بتقول يا جماعه والله ان احنا مش هنعمل اي اختلاف، طب ايه لازمه البحث بتاعك؟ ملوش اي لازمه، يبقى دي دايما بتكون اوبوزيت وات ذا انفستيجيتور بريدكتس، يعني دي دايما بتكون عكس اللي بيتوقعه او اللي لا يتمناه او اللي يتنبأ به الانفستيجيتور او الريسيرشر، الباحث ده او الشخص اللي بيعمل الريسيرش ده، تمام كده؟ تمام. طيب تاني نوع قال لك الترناتيف هايبوثيسيس، او اللي بقول عليه الهايبوثيسيس اوف ديفرنس، لا ده هنا بقى هيبقى فيه اختلاف، ده احنا بنحط فرضيه والله يا جماعه، لا ده احنا هنضيف معلومه جديده، لا ده احنا هنثبت خطا عالم تاني وهنحط حاجات جديده، الحاجات دي مختلفه عما سبق، يبقى ده اللي بيتبناه الريسيرشر، ده اللي فعلا اللي بيهتم بيه، او دي النوع بتاع النظريات او الفرضيات اللي بيحطها الناس اللي بتعمل ريسيرش تمام، عشان هم فعلا محتاجين ان هم يضيفوا معلومه جديده او يعملوا اختلاف تمام. ودي برمز ده اتش واحد تمام كده. تمام. ودي عندنا منها نوعين، دايركشنال ونون دايركشنال. يعني ايه دايركشنال ونون دايركشنال؟ دايركشنال يعني في دايركشن ايفكت، في اتجاه للتاثير، بمعنى انا والله جبت اثنين دراجز دول وقلت ان انا اعمل ريسيرش، فاقول ان في دراج احسن من دراج ثاني، في دراج سوبيريور بالنسبه للدراج الثاني، يعني في دراج احسن من واحد ثاني تمام، يبقى دي بقول عليها دايركشنال. انما الدايركشنال دي احد انواع الهايبوثيسيس اوف نو اوف ديفرنس، ولكن ما فيش اي دايركشنال او اي ديفينيت دايركشن تمام كده، انا مش متوقع اي اتجاهات او مش متوقع مين هيبقى اعلى من مين وكده تمام كده يا شباب. يبقى احنا عندنا الاتش 1 دي عندنا في منها دايركشنال ونان دايركشنال. جميل قوي. طيب تعال نشوف الكلام ده كده في الكتاب، ادي الكلام بتاعنا اهو، ادي ده اهو، طبعا نبدا من اول، كونستراكت هايبوثيسيس، دي الخطوه رقم اربعه، ان انا احط فرضيه. يعني ايه فرضيه؟ ان انا ايديا او اسامبشن بالنسبه لاي ريليشن شيب او اي سيتويشن بالنسبه لي الرياليتي بتاعتها انا ما اعرفهاش، مش عارف هي صح ولا غلط. طب الكلام ده معتمد على ايه؟ والهايبوثيسيس بتكون معتمد على ايه؟ قال لك بتكون معتمد على حاجتين، البريفيوس ستاديز وال يور اون اور سام وان اوبزرفيشن، الملاحظه سواء بتاعتك او بتاعت حد تاني تمام. طيب بعد كده الكاركترستيك زي ما اتفقنا في ثلاثه كاركترستيك اهو، انها تيمبورال سجيشن، الفاليديتي بتاعتها از ان نون، كان بي بروف اور ديس بروف تمام. بقيه الكاركترستيك اهي، انها سيمبل وسبيسيفيك وكلير وكابيبل اوف فيريفيكيشن وريليتد للاكستندنج بودي اوف نوليدج و اوبريشن الكلمه مع ميجرابل، يعني ميجرابل يعني قابله للقياس، ما عليك. طيب تمام.
طيب بعد كده التايبس بتاعتنا زي ما اتفقنا، اه خد بالك من السطرين دوماتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان زي ما اتفقنا، مش احنا لسه قايلين ان السرفي او اسف الهايبوثيسيس دي امبورت بات نوت اسينشال، بمعنى ان ممكن الريسيرش بتاعك يهتم او يحتوي على فرضيه، ممكن ما يحتوي، وممكن ان هو يحتوي على اكتر من فرضيه، تمام كده؟ فده اللي بيقوله لنا اهو، بيقول لك يو كان كونداكت ا فاليد انفستيجيشن ويزاوت كونستراكتنج ا سنجل فورمال هايبوثيسيس، يعني ممكن ان انت تعمل ريسيرش عادي وتبتدي ان انت تبحث عن معلومه ولكن ما تحطش اي فرضيات. وعلى العكس او على العكس بقى وعلى النقيض بيقول لك ان ممكن احيانا ساعات الريسيرش ستادي ممكن تنكلود بيني هايبوثيسيس، ممكن تحتوي على اكتر من هايبوثيسيس. يبقى اذا نتوصل كده في النهايه الجمله بتاعتنا اللي كتبناها ان الهايبوثيسيس دي امبورتنت بات نوت اسينشال، تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب التايبس بتاعتنا زي ما اتفقنا عندنا نول هايبوثيسيس او اللي لا اسم ثاني الهايبوثيسيس اوف نو ديفرنس، ودي اللي بيكون ما فيش، او ده نفس الكلام الشرح ان ما فيش اي ايه، ما فيش اي ديفرنس بتوين التو سيتويشنز، ما فيش اي اختلاف بين اللي انا بدرسه والدراسات اللي قبل كده، تمام كده؟ فالاوت كمز نفس الاوت كمز اللي انا بطلعها او هو اللي طلعها العلماء اللي قبل كده. فطبعا دي بالنسبه لي برمز لها اتش زيرو، ودي بتبقى حاجه لا يستخدمها الانفستيجيتور، بتكون عكس ما يتنبا به الانفستيجيتور. طيب بالنسبه للنوع الثاني اللي اسمه الالترناتيف هايبوثيسز، او بقول عليه الهايبوثيسز اوف ديفرنس، دي اللي برمز بالاتش واحد، وده ده اللي بيتبناه او ده بتاع بقى الانفستيجيتور او الريسيرش، ده اللي بي اللي الفرضيات اللي بيحطها مين؟ اللي بيحطها الناس الباحثين، تمام كده؟ تمام. طبعا بيبقى فيه ويل بي ا ديفرنت ويل بي ا ديفرنس اند سجستد ريسيرش اكسبكتد اوت كوم، بتقول ان احنا نتوقع حاجات جديده وحاجات هتبقى مختلفه عما سبق، تمام؟ وزي ما اتفقنا هي عباره عن نوعين دايركشنال ونون دايركشنال، والدايركشنال ده اللي هو بينكلود دايركشن اوف ذا ايفكت، زي ما ضرب لنا مثال قال لك فور اكزامبل عندنا كومبيرنج بتوين تو دراجز، بنقول مثلا بنفترض مثلا ان وان اوف ذيم واحد فيهم هيبقى ويل بي سوبيريور تو انذر، واحد فيهم هيبقى اعلى من الثاني او واحد فيهم هيبقى احسن من الثاني، فبقول على الهايبوثيسز اللي بتكون زي دي بقول على دايركشنال. انما النون دايركشنال دي اللي بيكون ايه؟ هي عباره عن تايب اوف هايبوثيسز ذات هاز نو ديفينايت دايركشنال اكسبكت. خد بالك عشان دي ممكن تقول لك يقول لك كل الديفينيشن بتاع مثلا النون دايركشنال هايبوثيسز، فتقول له تايب اوف هايبوثيسز ذات هاز نو ديفينايت ديفينيت دايركشنال اكسبكت، تمام كده يا شباب؟ والعكس طبعا بالنسبه للدايركشن. طبعا ضرب لنا مثال، جاب لنا فكره بحث او ريسيرش كويستشن، قال لك do الميديكال ستودنت هاف مور انكستي ليفلز ذان اذر ستودنتس، هل مثلا احنا الطلبه الميديكال ستودنت عندهم مثلا مستوى عالي من القلق والتوتر بالنسبه عن الطلبه التانيين مثلا؟ قال لك والله لو انت هتتكلم هتحط فرضيه الترناتيف، يعني ايه الترناتيف؟ يعني في اختلاف، فبالتالي هتلاقي ان انت بتقول ايه؟ بتقول ان فعلا هتفترض الفرضيه دي ان الميديكال ستودنت هاف هاير انكستي ليفلز ذان اذر ستودنتس، دي دايركشنال طبعا هايبوثيسز. طبعا ليه قلت عليها الترناتيف؟ لان فعلا في اختلاف، تمام كده؟ الاختلاف ده ايه؟ اختلاف بين الحاجتين اللي انا بقارن بينهم. تاني حاجه هو دايركشنال لان انا قلت ان في حاجه اعلى من حاجه، تمام كده؟ تمام. طب انا لو هقول نيل هايبوثيسيس ده هفترض فرضيه اتش زيرو، قال لك والله هتقول هتلاقي نفسك بتقول ايه؟ الميديكال ستودنت هاف ذا سيم انكسيتي از اذر ستودنتس، فبالتالي الفرضيه بتاعتك ما فيش اي اختلاف بين الحاجتين اللي انت بتقارن بينهم، يبقى اذا ما فيش اي اختلاف، يبقى هي اسمها نيل هايبوثيسيس، يبقى اتش زيرو، تمام كده يا شباب؟ تمام. حلو قوي. طيب تعالى بعد كده، اه تعالى نرجع للشرح بتاعنا. يبقى احنا كده ايه؟ خد بالك كده هنا ممكن يقول لك تقول لي ديفينيشن، ممكن يقول لي انيوميريت الكاركترستيك، ممكن يقول لي انيوميريت التايبس او كومبير بتوين التايبس بتاعت الهايبوثيسز، تمام؟ اي سؤال من دول. طيب تعالى لاخر صفحه معانا بقى، قال لك طب دلوقتي انا حطيت نظريه او حطيت فرضيه، الفرضيه دي انا محتاج ان انا اعملها تيست، بمعنى ايه؟ انا قاعد مع اصحابي يا جماعه انا انا عايز اثبت صحه نظريتي، او انا هعترض افتراض كده وهثبت صحته. هيرد واحد بمنتهى التلقائيه من واحد من اصحابي هيقول لي قال لي هي ايه الفرضيه اللي انت حطيتها؟ يبقى اذا اول حاجه ان انا لازم يكون عندي فرضيه اصلا، يبقى اذا اول حاجه كونستراكتنج هايبوثيسز ان انا يكون عندي اصلا فرضيه، ده حاجه منطقيه بديهيات حماده هلال. حلو. طيب تاني حاجه جاثرنج ابروشيت ايفيدنس، ابتدي خلاص انا حطيت فرضيه يا جماعه بكره ان شاء الله انا هفترض كذا اراهنك على كذا وبكره هجيب لك الادله اللي بتثبت صحه كلامي، يبقى اذا اول حاجه ان انا راهنت صاحبي على حاجه يبقى انا حطيت هايبوثيسز، ثاني حاجه قلت له بكره هجيب لك اللي يثبت كلامي، يبقى جاثرنج ابروشيت ايفيدنس، بعد ما جبت الكلام وروحت البيت وبدات ان انا اجمع معلومات بدات ان انا انالايزنج الايفيدنس ده،
ابتدي ان انا ده ايه ده انا اكتشفت ان انا فعلا كلامي صح يا جماعه، ده انا بكره بقى هخلي صاحبي ده يحاسب على المشاريب. ليه؟ اصل انا افترضت افتراض وراهنته على حاجه والحاجه دي طلعت صح، تمام؟ او لا ده انا مش هروح بكره القهوه عشان صاحبي ده انا قعدت ازيط ومش عارف ايه وفي الاخر طلع الافتراض بتاعي غلط، يبقى الهايبوس از فولت. يبقى انت بتبتدي ان انت تحلل الادله اللي انت جبتها عشان توصل في النهايه الى حاجه من اثنين، يا اما تقول لي الفرضيه بتاعتك صح يا اما تقول لي الفرضيه بتاعتك غلط، تمام كده يا شباب؟ تمام. حلو قوي. طب هل دلوقتي هل ممكن يحصل اي ايرورز او اي اخطاء في الفرضيه بتاعتك؟ قال لك ايوه طبعا. الايرورز اللي عندنا قال لك لو ممكن يحصل ايرور في الفرضيه او في التستنج في اختبار الفرضيه بتاعتك لو انت عملت اي ايرور في اي ستيب في الريسيرش. بمعنى قال لك والله لو حصل ايرور في الاستادي ديزاين او في السامبلي او في الميثود بتاعت الداتا كولكتنج او الاناليسيس او الاستاتيكال بروسيجر او الكونكلوجن درون، قال لك اي خطا في السته دول هيؤدي الى خطا في التستنج بتاع الفرضيه بتاعتك. بمعنى والله انت لو عملت الاستاذ ديزاين غلط فبالتالي النظريه الفرضيه بتاعتك في الاخر هتطلع غلط، لو جمعت العينات غلط ففي الاخر الفرضيه بتاعتك هتطلع غلط، لو استخدمت طريقه غلط في تجميع الداتا ساعتها الفرضيه هتطلع غلط، لو حللت الداتا اللي انت جمعتها والايفيدنس اللي انت جمعتها في الاخر برضه الداتا هتطلع غلط، لو انت عملت الاحصائيات بتاعتك عملتها غلط فالفرضيه هتطلع غلط، لو انت بدات ان انت تحط الخاتمه بتاعتك غلط فبرضه الفرضيه بتاعتك هتطلع غلط. يبقى اذا اي خطا في السته دول بيحمل او بيؤدي الى خطا في التستنج بتاع الهايبوثيسس، تمام كده؟ طيب احنا عندنا الايرور بتاع التستنج مدينا نوعين من التستس، من اسف من الايرورز، عندنا تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ده انا بالنسبه لي ان انت تهتم بالايه بالديفينيشن بتاع كل واحد، ممكن يقول لك ديفينيشن تايب 1 اوف تيستنج الايرور تايب 1 ايرور اوف او اني تيستنج اوف هايبوثيسز، فيقول لك قول لي الديفينيشن بتاعها، تقول لي والله ريجكتنج ان انت بترفض النيل هايبوثيسز لما بتكون ترو. طب تايب 2 قال لك ان انت بتقبل النول هايبوثيسز لما بتكون فولس، تمام كده؟ يبقى تركز على كلمه ريجكشن وكلمه ترو وكلمه اكسبتنج وكلمه فولس، تمام كده يا شباب؟ يبقى تايب 1 بريجكت النول هايبوثيسز لما بتكون ترو، تايب 2 باكسبت النول هايبوثيسز لما بتكون فولس، تمام كده يا شباب؟ وعرفنا امتى يحصل ايرور، لما يحصل فولس او ايرور في اي حاجه من السته دول، تمام؟ تمام. طب تعالى نشوف الكلام ده كده عندنا في التابنة عشان نختم الشابتر الطويل ده. تمام، قال لك اهو التستنج اوف هايبوثيسز برضه ثلاثه فيزز، اول حاجه ان انا يكون عندي اصلا فرضيه، ثاني حاجه ان انا ابتدي ان انا اجمع الايفيدنس اللي هتثبت صحه فرضيتي، بعد كده ابتدي ان انا احللها في الاخر، احلل الايفيدنس او الادله اللي انا جمعتها دي عشان في الاخر اعمل كونكلوجن وبالتالي اوصل لحاجه من اثنين، يا اما اقول ان الهايبوثيسز ده از ترو صح، يا اما الهايبوثيسز از فولس، تمام كده؟ تمام. طيب بعد كده الكاركترستيك اتكلمنا عنها، بالنسبه للايرور زي ما اتفقنا امتى يحصل ايرور في التستنج؟ قال لك زي ما اتفقنا لو حصل ايرور في الاستادي ديزاين، لو حصل ايرور في السامبلنج بروسيجر او في الميثود اوف داتا كولكشن او الاناليسيز او الاستاتيكال بروسيجر الاحصائيات او الكونكلوجن دروينج ار انكوركت، لو انت رسمت الخاتمه في الاخر غلط يبقى ساعتها خلاص الدنيا هتبقى غلط كلها، تمام؟ تمام. طيب بعد كده بالنسبه للتايبس بتاعتنا، تايب 1 ايرور وتايب 2 ايرور زي ما اتفقنا يهمنا الديفينيشن بتاع كل واحده، تايب 1 بريجكت لما بتكون ترو وتايب 2 باكسبت لما بتكون فولس، يبقى برفضها لما بتكون صح وباكسبت لما بتكون غلط، تمام كده؟ سكمها مع نفسك كده، ترفض الصح تقبل الغلط، يبقى ده بالنسبه لايه التعريف ده، ترفض الصح دي ريجكشن لما بتكون ترو ده تايب 1، تقبل الغلط يبقى اكسبشن لما بتكون فولس ده تايب، تمام كده؟ تمام. بعد كده بالنسبه للسامري طبعا دي شويه كلمات انا معلم لك عليها، هي نفس الكلمات اللي احنا خدناها بالظبط ولكن بصيغه ثانيه، بيقول لك اهو احنا اتفقنا ده السامري بتاع، عندنا اربعه فيسز، تمام؟ مش هنعيد تاني عشان الفيديو مطولش، بس انا اقرا الكلام ده. قال لك ريفيوينج الليتريتشر دي الخطوه رقم ثلاثه، ايه عباره عن كونتينوس بروسيس، بتفضل الحته دي مهمه، بيجينز بيفور ريسيرش بروبلم، يعني ببتدي ان انا اصلا بعملها قبل ما احدد الريسيرش بروبلم، وتفضل مستمره وتكتمل معايا لحد ما اعمل الريبورت. الريبورت ده كنت بعمله امتى؟ في نهايه فيز رقم ثلاثه، فاكرين؟ تمام. طيب بعد كده لازم طبعا بيكون كلير وبيكون فوكس وبيكون بيعمل امبروف للريسيرش ميثودولوجي وبرودنز النولج بيس، خلاص احنا خدنا اصلا الامبورتنس بتاعت الريفيوينج اوف ذا ليترشر، وده بالنسبه برضه ان احنا اتفقين طول ما احنا ماشيين في الريسيرش اي حاجه لازم تكون كلير وفوكس، كلير وفوكس، تمام كده؟ تمام. طيب بعد كده معلش الصوره دي مش واضحه، فممكن نفتح مع بعض الكتاب صفحه 16 اللي انا معلم عليها دي، اللي طبعا انا كتبتها قبل كده، ان الهايبوثيسز
الهايبوس دي زي ما اتفقنا انها امبورتنت بات ار نوت اسينشال فور ستادي، يعني هي حاجه مهمه اي تمام، ممكن تكون موجوده في البحث وممكن يكون اكتر من فرضيه، ولكن هي مش حاجه اسينشال، يعني مش حاجه ضروريه، يعني بمعنى ان ممكن البحث بتاعك ما يكونش فيه فرضيات خالص. تمام. طيب بعد كده في حته مهمه برضه هي مش موجوده في الشرح، موجوده في الكتاب في السمري، ناخد بالنا منها. بيقول لك الريسيرش بروسيس كاركترستيك اند ريكويرمنتس، يعني عمليه البحث دي ايه الكاركترستيك بتاعتها وايه الحاجات المتطلبه بتاعتها، حاطط لنا بدا 2 4 6 حاجات. اول حاجه بيقول لك كنترول، ده لازم تكون كنترول ريجوروس سيستماتيك فاليد اند فيريبل وامبيريكال وكريتيكال. تمام، بمعنى ايه؟ قال لك والله كنترول ان انت تقدر ان انت تتحكم فيها وتقدر ان انت تعملها، ريجيروس بمعنى ان انت تقدر ان انت تجاوب على الانسرز دي، بسيستماتيك ان انت البروسيجرز دي ان انت تتبناها بطريقه ممنهجه ومسستمه. تمام، طبعا بلوجيكال سيكونس، يعني بتتابع منطقي، تبقى ماشي بخطوات منطقيه. بعد كده فاليد اند فيريبل فيريفي ايه ميجرابل، يعني قابله للتنفيذ وقابله للقياس وهكذا. وطبعا امبيريكال، امبيريكال ان الكونكلوجن بتعتمد على هارد ايفيدنس، يعني حاجه قائمه على دليل قوي. اخر حاجه كريتيكال ان البروسيجر اللي انت خدتها والانفستيجيشن اللي انت استخدمتها دي بتكون سنسيتيف، يعني حساسه جدا ودقيقه جدا ومقرره وخاليه من اي عيوب ومن اي اخطاء. اوكي يا شباب، تمام. طبعا ده الكلام اللي انا كنت بقراه دلوقتي. جميل، طب تعالى بعد كده اخر حاجه او اخر صفحه معانا هي الاكسرسايز دي او شويه الاسئله دي. انيوميريت 3 فيزز، ده اول سؤال يا شباب ممكن يجي لنا، 3 خطوات. منشن مثلا الفور ستيبس بتاع اول خطوه اللي هو ديسايدنج وات تو ستادي، زي ما اتفقنا ال4 خطوات اللي احنا كنا بنتكلم عليهم. قال لك مثلا ممكن يقول لك مثلا ده طبعا جاب لنا جمله يو ماي سيلكت ا جروب اوف بيبل اللي هي السورسز بتاعت اللهم صل على النبي الفورميوليتنج للريسيرش بروبلم. فاكرين قلت لك السورس بتاعت الريسيرش بروبلم دي ممكن تكون 4 حاجات، بروبلم بي 4 بي، بيبل بروبلم فينومينا وبروجرام. يبقى احنا ممكن نجيب مجموعه من الناس البيبل ونشوف مثلا نشوف اي ايشوز او اي بروبلمز بالنسبه لهم، او نجيب اي بروبلم ونشوف الكوز بتاعتها، ممكن نجيب اي فينومينا ونعمل لها استابليش الاكزيستنس بتاعتها، او نعمل ايفالويت الافكتفنس بتاعت بروجرام. تمام كده، تمام. بعد كده سؤال برضو بيقول لك وات از امبورتنس اوف يوزنج ليتريتشر، ايه اهميه الليتريتشر؟ زي ما اتفقنا انها طبعا لازم بتكون كلير وبتركز لك على بتعمل امبروف للريسيرش ميثودولوجي وفوكس للريسيرش وبرينج الكليرتي، بتخلي لك الريسيرش بتاعك واضح اكتر، بتخليه عندك باك جراوند كويسه. تمام، اللي هي اهميه الليتريتشر زي ما اتفقنا. تمام. بعد كده بيقول لك كمان منشن ذا ادفانتجز اند ديس ادفانتج اوف البوكس والجورنالز والميديكال الكترونيك داتابيس، طبعا اللي احنا قلناها الجدول. بعد كده بيقول لك ويتش اوف ذا فولوينج بيست ديسكرايب ذا ريسيرش بروبلم، طبعا هي اني كويستشن اور اسامبشن ذات كان بي انفستيجيتد، او قلنا بقى حاجه ثانيه اللي هي الريسيرش توبيك بتاعت الاستاذ بتاعتك اللي هو عنوان البحث بتاعك. تمام كده يا شباب، تمام. في شويه اسئله برضو ممكن يكونوا يجوا لنا، يعني مثلا زي ما اتفقنا انيموريت الثلاثه فيسز، انيموريت الاربعه ستيبس، يقول لك مثلا قول لي الديفينيشن مثلا بتاع الليتريتشر، قول لي مثلا ليه الليتريتشر نيسيسري ستيب، ده سؤال مثلا ممكن يجي لك ليه واي ذا ليتريتشر از نيسيسري ستيب. طبعا دي كلها اسئله المفروض ان احنا جاوبنا عنها، فانت حاول ان انت تكتبها ورايا وتجمعها. قول لي مثلا الامبورتنس بتاعت الليتريتشر، 5 طبعا احنا قلناهم. قول لي مثلا هاو تو ريفيو الليتريتشر، قول لي مثلا الديس ادفانتج والادفانتج بتاعت البوكس والجورنالز والميديكال الكترونيك داتابيز، قول لي مثلا الديفينيشن بتاع الريسيرش بروبلم، قول لي مثلا اللهم صل على النبي، قول لي مثلا الامبورتنس بتاعت ان انا اعمل فورمولاتنج للريسيرش بروبلم، قول لي مثلا ايه هي السورس بتاعت الريسيرش بروبلم، قول لي الكونسيدريشن اللي المفروض ان انا اخدها في عين الاعتبار بالنسبه للريسيرش بروبلم، قول لي مثلا الستبس بتاعت الفورميوليشن بتاعت الريسيرش بروبلم. دي كلها اسئله ممكن تيجي طبعا انيوميريت وكده. قول لي مثلا يعني ايه، قول لي الديفينيشن بتاع الهايبوثيسز، قول لي مثلا الهايبوثيسز دي بتعتمد على ايه، حاجتين زي ما اتفقنا البريفيوس ستاديز والاوبزرفيشن. قول لي مثلا الكاركترستيك بتاعت الهايبوثيسز، قلنا 7. عندنا تقول لي التايبس بتاعت الهايبوثيسز، عندنا نوعين وقارن اللي بينهم، ممكن يقول لك قارن بين الاثنين. قول لي الديفينيشن بتاع الدايركشنال هايبوثيسز، قول لي الديفينيشن بتاع النون دايركشنال هايبوثيسز. تمام كده يا شباب، تمام. قول لي مثلا قول لي الخطوات بتاعت التستنج اوف الهايبوثيسز، 3 خطوات ان انا يبقى عندي اصلا هايبوثيسز واجمع الايفيدنس وابتدي ان انا اعمل اناليسيز للايفيدنس ده. بعد كده قول لي مثلا الايرورز اللي ممكن تحصل في الهايبوثيسز، قول لي ايه انواع الايرورز، قول لي الديفينيشن بتاع التايب 1 ايرور، قول لي الديفينيشن بتاع التايب 2 ايرور. بعد كده قول لي مثلا
يبتدي بس طبعا لو في اكمل ولا حاجه يقول لك مين الانيشال ستيب، مين الفيرست ستيب، مين النيسيسري ستيب، مين الموست امبورتنت كونسيدريشن اثناء اللي هو الانترست طبعا في اللي هو الكونسيدريشن بتاعت الريسيرش بروبلم، قول لي مثلا مين الامبورتنت بارت نوت اسينشال طبعا الهايبوثيز، ويبتدي لنا شويه اسئله كده ايه اكمل وكده. تمام كده يا شباب؟ تمام كده المفروض ان احنا خلصنا شابتر 2. طبعا هو شابتر كبير واسف لو طولت عليكم، بس اتمنى يا رب ان الموضوع يكون بسيط وسهل عليكم، او يعني الفيديوهات تكون فادتكم. بالتوفيق ان شاء الله يا شباب، وربنا يوفقكم يا رب.